مش كل مشروع اتعمل في مدامر بندر ومركز مرتضى منصور جاب موافقة من رئيس الوزراء فيه. كلام واضح وصريح، واي ورق بعد كده بيجاب مضروب. تمام، وادي رئيس المدينه، روح اساله. مش ده رئيس المدينه الورق بيروح له؟ اساله قول له كل المشروعات عامل غمر بندر ومركز بيجاب بيها موافقه مرتضى منصور، واي حد يقول غير كده انا واقف موجود اهو اهو. وادي رئيس، وبقول لك مش هنزل انتخابات تاني. انا قلت انا برد جميل لناس جابت لي وطلعت لي الاول على المستوى الجمهوريه. انا مش نازل انتخابات تاني في مدغمر، لكن الناس دي ليها جميل. قول تاني. طب انا جاي النهارده ليه؟ عشان سيد المحافظ عنده الورق مين اللي عمل المشروعات دي، قال اللي عمل المشروعات دي لازم يكون جنبي وانا بفتتحها.